طيب قضية ياسر، يعني هناك أسئلة توجهت لك كثير على موضوع تكون مناظرة أهميته لشخص نكرة. أنا سئلت قبل لا يومين، لا أنا بسألك في لا السؤال المحدد. قبل يومين ثلاثة، أنا سئلت في دخل واحد علي في صفحتي في تويتر، نعم، وسأل نفس السؤال وجاوبته. أنا أجاوب طبق منهج عقلائي. يعني أنت الآن إذا تريد تناظر، ما تناظر نكرات الفرقة ونكرات الطائفة والمنبوذين فيها وتناظره، وبعد ذلك إذا أفحمته لا، الشهرة شيء، الشهرة شيء، وموقع الحقيقي في الطائفة شيء آخر. ما تجي تناظر شخص من ياسر الحبيب ما له موقع معتبر في الطائفة، ما له موقع حقيقي في الطائفة. هذا رجل هو يستعمل المزايدات والتهريج حتى يعطي لنفسه مكانه، ويستعمل الأكاذيب مثل ما كذب أنه أنا بعث له رسالة في وقت. إيه هو قال، يعني أنا أريد أن أسأل هذا المحدد، هذا كذب. هو أنت أدخل على تاريخ حياته وشوف هو ايش قد عمره، وانا في هذا العمر مات، هو كان بعده يمكن لم يولد، وانا ادرس البحث الخارج. هو يمكن بعده ما كان جاي الدنيا، او بعده طفل صغير، وانا ادرس البحث الخارج. وانا اصلا هو ما عرف، هو متى في اي سنه هو عرف؟ حينما طلع للاعلام، اليس كذلك؟ صحيح. في اي سنه تقدر تحدد لي في اي سنه؟ ما ادري، يعني اليس في حدود 2007؟ طيب في الحدود، في الحدود طلع قبل هالاعلام، ما طلع قبل. طيب انا في 2005 انا تارك التشيع وتارك كل هذه القضية، كيف أنا أطلب من عنده أن يروج لمرجعيتي وأنا تارك التشيع أصلا في 2005؟ طيب هذه قضية ما هي معقولة. هو يقول أنه أنت فشلت في عمل مرجعية في العراق. لا، هذا كذب. أنا لو كنت أريد أعمل مرجعية في العراق، طرق وسبل عمل المرجعية واضحة معروفة، خاصة للي رجع إلى العراق وعرف الوضع. اللي عرف الوضع أنك تساير المشروع، تتفق مع الإيرانيين وتتفق مع المرجعية في النجف وتقبل بالمشروع الموجود المطروح، نعم، وتساير المشروع، وتصير مرجع، وتروح تقعد في النجف، وعندك تمتلك الإمكانات العلمية، وإيران حينئذ راح تدعمك أو التجار يدعموك، وحينئذ سبل المرجعية مفتوحة. ترى كانت، ما لا تتصور أن سبل المرجعية كانت مغلقة أبدا، لكن هي مغلقة في ظل السباحة عكس التيار. لما تيجي تسبح عكس التيار وتقول انا ضد الاحتلال وضد المحاصصه الطائفيه وضد وعندي مشاكل مع القوه الشيعيه الفلانيه والشخصيه الشيعيه الفلانيه، اي نعم، تسد عليك الابواب. اما انت اذا مشيت المشروع ومشيت بهذا المشروع، بالعكس، اصلا ايران، شوف، ايران كان دائما تتطلع الى وجود مجتهد عربي مقبول في الوسط السني يمتلك عقليه متفتحه وناضجه من اجل ان يسوق لها مشروعها في العالم العربي. وما انا اقول لك بتحدي، ما كانوا يجدون غيري، لان هم الشخصيات اللي كانوا معتمدين عليها راحت. طيب. كانوا معتمدين على اثنين ثلاثه وراحوا، لان ما عندهم احد. لو كنت انا اريد ان اقوم بهذا الدور كان فتحت علي الابواب. ترى ما لا تتصور، هم يشيعون شيء، اللي تسمعه في الشائعات والتهم شيء، والواقع شيء اخر. ولو انا كنت ساير مع المشروع كان وجدت الان نفس اللي يتكلمون ضدي لوجدتهم الآن يطبلون ويزمرون في مدحي والثناء عليه. طيب ليش قال